حلقة جديدة من برنامجنا اليومي مشاكل وحلول مع ضيفنا اليوم. راح نضوي على واقع خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. طبعا هذه النقابة اللي تأسست عام 1962 بتضم اليوم حوالي 2000 خبير محاسبي بيتمتعوا بكفاءة عالية وخبرات بتأهلهم للقيام بكل المسؤوليات المطلوبة منهم: تدقيق مالي، إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية المالية والضريبية. طبعا السؤال المشروع والمطروح اليوم: استبعاد خبراء المحاسبة المجازين من ملف التدقيق الجنائي له أبعاد وقد تكون الأهداف سياسية، فالخبراء اللبنانيون قادرون بثقة على المساهمة في كل أعمال التدقيق في مصرف لبنان والمصارف الأخرى، وحتى مستعدون للمشاركة في عملية الإنقاذ والنهوض الاقتصادي الراهنة. مع ضيفنا رح نحاول نضوي على هذه النقابة اللي كانت سباقة كلبنان بتأسيس اتحاد المحاسبين للدول الناطقة باللغة الفرنسية، وتولى رئاسته على دورتين متتاليتين من لبنان خبير محاسبي، كما ساهمت النقابة بإنشاء اتحاد المحاسبين العرب. نائب ضيفنا اليوم رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة. نائب أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، شكرا لكم على إتاحة الفرصة لنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. دائما الفرصة متاحة لحتى نقدر عبر الشاشة الأم تلفزيون لبنان نضوي على هذه المواضيع. حضرتك أنت خط يعني إنجاز التعبير معركة خبراء المحاسبة. نعم. وأنت فزت بهذه النقابة. طبعا نعم. حضرتك أنت من خلال، أنا بدي أشكرك على الكتاب يلي هلأ قدمت لنا إياه، هو مهنة وتاريخ نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. هذا الكتاب اللي أهديته لفخامة الرئيس، بس عملت له زيارة ولدولة الرئيس ولدولة الرئيس كمان، خصيت الشاشة الأم بهذه الهدية، مشكور. يعني من خلال عصارة الخبرة وراء وأمام الكواليس، شو عنا وضع نقول عن حياة خبراء المحاسبة اليوم؟ طبعا مثل ما تفضلت، مهنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تأسست سنة 1962 على يد مجموعة مهنية عالية الكفاءة والخبرة، ومارسوا عملهم على مدى هذه السنوات، وكلهم دور وطني كبير على المستوى الوطني. شاركت النقابة بإعداد كتير من القوانين، إن كان قانون مهنة الرقابة على المصارف، قوانين التجارة، قوانين ضريبة الدخل، كان دور وطني كبير لإلها، وساهمت بدورة الأساسي اللي هو عملية تدقيق البيانات المالية وإبداء الرأي فيها، وقامت بدور وطني شامل من ذلك التاريخ. ده اليوم بعدها دور وطني مستمر؟ بعدها بنفس الدور. نعم. سنة 1995 تنظمت بقانون ب364 وانطلقت استمرار للنقابة السابقة. تفضلت بهذا الكتاب، نحن ضوينا بهذا الكتاب على لسان كبار مهنتنا اللي ودعونا على تاريخ انطلاق هالمهنة، واللي هي بلشت بلبنان بحدود 1900 تقريبا. نعم. على يد خبراء لهم بيع طويل بهذا العمل، وانطلقت وما زالت مستمرة. اليوم نقابتنا تحتوي بحدود 2000-2020 خبير بيمارسوا عملهم بكفاءة عالية، ولديهم خبرة بهذا المجال، خبرة باقتصادية، خبرة مالية، خبرة ضريبية. نعم. بكافة النشاطات، ويستعين بزملائنا بكافة الدول. يعني اليوم عندنا زملاء لنا منتشرين بكتير شركات عالمية وشركات دولية بيمارسوا عملهم. هذا اللبناني ميزته رائد وين ما كان. هذا عملنا. نعم. إن شاء الله. سيدي، هذا الكتاب اللي بين إيدينا، نقابة خبراء المحاسبة المجازين بلبنان، بال 2006 الطبعة الأولى طلعت. نعم. نعم. يعني لغاية اليوم أنت بعدك عم تقدمه بكل ثقة للمراجع الرسمية، لأن هذا الكتاب صراحة بيضوي أرشيف على لسان، هو هذا الكتاب على لسان كبارنا بالمهنة. نعم. يعني على مدى سنتين، والعمر سعفني إني أقدر قابلهم قبل ما يودعوا هذه الحياة، حكونا تفاصيل عن مهنتنا وكيف بلشت. نعم. وضولنا الطريق، كانوا علمونا كيف نستمر، كيف نكون صبورين، كيف نطور حالنا، كيف نطور هذه المهنة. لهيك أنا بعتبره مرجع، لأنه ما في غيره مرجع بالحقيقة بضوي على ذلك التاريخ.
كبارنا اللي فارقونا عايشوها من بداية 1920 يعني 1930 1940 عاشروا ذلك التاريخ الناصع، بقى بيعتبروا مرجع لإلنا ولولادنا ولاد ولادنا انه هذه المهنة هيك ابتدأت على يد هؤلاء الكبار. لهيك يعني بعطيه بأي مناسبة وبقدمه أنا هذا الكتاب لا يباع، يعني من أول ما عملته بهدي. كم طبعة صاروا؟ بعتقد أكثر من طبعة، صاروا 3 طبعات تقريبا، وعم نوزعه لأي إنسان بيحطوا مرجع بمكتبته ليكون ضوي على هذا التاريخ. نعم. تاريخ هاي المهنة اللي بنعشقها. نايب، يعني من الأمور الأساسية وقت اللي بنقول نقابة وبنقول عمل، بنقول هموم، معاناة، مشاكل، ملفات، محاربات في بعض الزوايا، دخول السياسي على الخط، وقوف سياسي عند باب النقابة مثل مكتار بيسعوا عند التعهد بانتخابهم أنه نحن شو ما كان انتمائنا، عند الدخول لموقعنا نترك سياسي في الخارج وبنحكي يعني خبرة بهذا الإطار. اليوم يعني من خلال مشاكل وحلول، المشاكل اللي هي عندكم اليوم، أنا لمحت لها بالبداية، هي استبعاد خبراء المحاسبة المجازين من ملف التدقيق الجنائي. نعم. البعض بيقول له أبعاد وأهداف سياسية بامتياز، أنت كنقيب شو بتقول؟ أول شيء يعني اللي منأكد عليه أنه الزملاء في النقابة هم شريحة من شرائح المجتمع اللبناني، يعني شايف الحال فيهم. شرائح المجتمع اللبناني بتأثروا بالسياسي، بتأثروا بالوضع الاقتصادي، بالوضع المالي، بالأزمة المعيشية. نعم. هم شريحة من هذا المجتمع، وطبعا يتأثروا بالأهواء السياسية والآراء السياسية اللي تطفو على أي حدث، على أي حدث وبتأثر بأي حدث. نحن كنقابة تضم من جميع هذه الشرائح، من جميع هذه المكونات السياسية، ولكن القاسم المشترك هو انتمائنا للمهنة، انتمائنا لدورنا، انتمائنا لممارسة عملنا الوطني. نحن كنقابة القانون 364 نص واضح وصريح، أي إنسان أي مواطن بده يمارس أعمال التدقيق في لبنان يجب أن يكون عبر نقابة خبراء المحاسب المجازين. هيك عم بيصير. صدر مرسوم أو قانون التدقيق الجنائي استبعد نقابة خبراء المحاسبة في لبنان وخالف النص، واستبعد أكثر هذه الكفاءات اللبنانية، هذه الكفاءات اللبنانية اللي هي قادرة تعطي وقادرة تعيش. شو السبب نايب؟ أنت جريء. هلا موصوف بجرأتك. نحن لحتى نأكد استاذ يعني لا. نحن ما عندنا تأكيدات، الآراء اللي نحن سمعناها، الآراء اللي نحن سمعناها من المسؤولين انه هن بحاجة لناس حياديين يقوموا بهذا التدقيق. وبالنقابة اي انسان ممكن يكون له انتماءات سياسية تتناقض مع اهداف التدقيق. نحن طبعا لا نوافق على هذا التفسير. حلو. لا نوافق على هذا التفسير، لان نحن وقت اللي مندقق منقوم بعملنا مثل القاضي، لا يعني لا نأخذ بعين الاعتبار لا رأي الفرد الشخصي ولا رأي البيئة، منقدم رأينا، تدقيقنا، تقريرنا بشكل مستقل وعادل. هلا ببعض أحكام القضاء في استئناف. نعم. انتو عندكم وقت اللي بتقدموا انتو تقرير في مجال للاستئناف؟ لا، نحن التقرير اللي منقدمه يعني اذا كان تدقيق البيانات المالية منكون مسؤولين عنه. نحن مسؤولين عن مضمون هذا التقرير بما يتضمن من رأي، نحن مسؤولين عن رأينا. نحن منقدم رأينا بالبيانات المالية المصرح عنا واللي هي على مسؤولية المنشأة، يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس الإدارة أو إدارة الشركة. نحن نبدي رأينا بناء على خطة تدقيق واضحة وصريحة بهذه البيانات المالية. طب إذا فسر لي ليش الاستبعاد؟ يعني بس لهذه الرأي اللي أنت عم بتقول قد يكون وقد يعني غير مبنية على وقائع. يعني نحن وقت اللي تمت مراجعة المسؤولين عبر مجلس نقابتنا وعبر أفراد من النقابة كان هذا التفسير اللي انعطى لإلنا. نحن طبعا ما إلنا سلطة مباشرة على القوى السياسية، لا إلنا سلطة مباشرة، ولكن اللي عم بتقوله أنا بقدره كتير منيح. ولكن القضاء كمان يعني نحن كنا قادرين أول شيء بوجهة نظرنا الكلفة
تكون أقل بكثير بكثير من الأرقام التي طلبتها أو الأرقام لا. التي قادتها الشركات الأجنبية، وبحدود 10-15% ينجز هذا العمل يعني لا. من الرقم اللي تقادته الشركات الأجنبية. عندنا من الكفاءات اللي عندها أعلى كفاءة من الموظفين اللي بعتوهم لحتى ينفذوا العمل لا. وعندنا كفاءات عالية جدا ومنتشرة تابعة لمهنتنا بدول العالم، وما زالت تمارس العمل في لبنان. كنا قادرين وقادرين بأقل وقت. هلأ شو رأي السلطة السياسية أو شو قرار السلطة السياسية على ماذا استندت لتعاقدت مع شركات أجنبية؟ طب يعني أنتم ما ضغطتوا، ما رفعتوا الصوت، ما قلتوا يا جماعة نحن موجودين طالبنا، وهيدا هو نضالنا، هيدا هو شغلنا، طالبنا نعم. ولكن مثل ما تفضلت في هذا البلد أنت تحكي بس القرار مش لإلك. طب ليش اللي يعني صنفوكم فيه قد يكون يعني البعض محق أو لا، ولكن القضاء كمان هني من شريحة هذا المجتمع وكمان عندهم آراء سياسية وهيدي معروفة نعم. وكتار بينادوا يا جماعة مفترض فصل القضاء عن السياسي، يعني وكل الأمور ماشية وكلنا يعني نحتكم لقرارات القضاء واللي منقدرها ومنجلها ونقول دائما نحن مع القضاء، ولكن مهم كتير اليوم نقول أنتوا دوركم هو ناجح ولامع، وفي كتير خبرة بينشال الحال فيهم، بينشاف الحال فيهم وبيكبر القلب. يعني مثل ما تفضلت إذا القضاء نعم. إذا القضاء اللي هو العصب، إذا القضاء هو العصب اليوم يتأثر بالسياسي ويدار من قبل الطبقة السياسية وتتحكم بمفاصل كتير الطبقة السياسية نعم. وتدير للأسف بعض القضاة يعني بنفذوا أعمالهم بناء على قرارات الطبقة السياسية. هيدي نقابة مثل البقايا. طب وضع الخبير يعني خبير المحاسب اليوم المكلف اللي كمان بمجالات كتير القضاء يثق فيه وبعينه بمراكز صح. دقيقة وحساسة بشوف فيه روح الأمل والإنقاذ، بشوف فيه انه هو الشمعة المضاءة بهذه العتمة بهذه المؤسسة او هذه الشركة وغيرها. انت شخصيا كيف بتشوف هذا الموضوع؟ نحن القضاء اللي هو يتعامل مع خبراء المحاسبة بشكل واضح وصريح ومكثف، والخبير المحاسبة هو عين القضاء اللي هو بشوف فيها، واللي هو بمثل القاضي عندما يطلع على ملف ويبدي رأيه بهذا الملف ومساعده للقاضي لا. فيه. نحن نتمنى ونسعى بشكل مكثف لنلعب هذا الدور. نحن امبارحة كنا عند دولة رئيس الحكومة وقلنا له، قلت له بشكل واضح أنا شخصيا يعني قعدنا استقبلنا وكان شكرا له على الوقت اللي أعطانا إياه، أنه نحن قادرين كخبراء قادرين نساهم بهذه بحل حلول اعطاء حلول لهذه الازمه الاقتصاديه، قادرين نساهم بوضع خطه نهوض اقتصادي حلو. قادرين نساهم بابداء الراي بتعديل القوانين اللي انتم عم تطرحوها، قادرين نساهم باعداد الموازنه اللي نعم. عم بتحطوها، قادرين نساهم بكثير مجالات. اليوم نحن كخبراء محاسبه قادرين بعد كثير مجالات نعطي فيها، كتير مجالات قادرين نعطي التدقيق مثلا للبلديات. ليش مستبعدين عن البلديات؟ البلديات قادرين نحن بدل مين استبعدكم عن البلديات؟ نص لأنه ما في نص بيلزم. طبعا بيستبعدكم من هون ومن هون ومن هون لشو خبير المحاسبة؟ قادرين ندقق مثلا عندنا 50,000 جمعية نعم. النص شو بيقول للجمعية؟ عطيهم ورقتين آخر السنة عن الوضع المالي وقطع الحساب ورقتين. طيب هناك جمعيات بتشتغل $5 مليون بالرقم رقم المال، لماذا هذه الجمعيات لا تخضع لنظام التدقيق من خبرة المحاسبة؟ ليش الجامعات؟ ليش المدارس؟ هاي المدارس اللي هلأ انه بتعطي موازنة ومشاكل هي والأهل، ليه ما بيكون في دور لخبير المحاسبة نعم. فيها؟ نحن طواقين إلى هذا العمل ونحن عندنا كفاءات. طب مهمتك نقيب اليوم يلا نحن حرك بارحة هيدا بدولة رئيس مجلس النواب استقبلنا نعم. بعد 7 سنوات يعني قالوا دولة الرئيس نحن مش مستقبل نقابتنا بفترة كبيرة. ليه مش مستقبل؟ ما كان عنده وقت أو ما كان في ظروف معينة. بس الانتخابات فتحنا الباب، كانت حركة أمل دعمتك للانتخابات. فتحنا الباب واستقبلنا دولة الرئيس طبعا استقبلنا دولة الرئيس نعم. وأبدى كل الاستعداد لا. لنقابة خبراء المحاسبة كلها دور
بحضور كافة لجان يعني أو كان مقاطع للمجالس السابقة؟ ما بعرف شو السبب اللي كان، أنه في أسباب كانت تحول دون هذا الموعد. رح يكون وجودك إصلاحي تغييري بالنقابة؟ يعني هذا أملنا، هذا شغل، هذا أملنا. نحن اليوم عم نشتغل، قادر تشتغل بورشة عمل. قد إيه لك رئيس نقابي؟ برئيس النقابي لي 3 أشهر. شو حسيت بهالثلاث اشهر؟ ثلاث اشهر قادر تشتغل؟ عم نشتغل. رح يخلوك تشتغل؟ عم نشتغل. طبعا عم بيخلونا، طبعا عم نشتغل 10 ساعات أو 9 ساعات بالنهار بالنقابه. شكلنا لجان حوالي 23 لجنه ما شاء الله، من الزملاء كلهم عم نشرك الزملاء بنهضه هذه النقابه. دولة الرئيس كان كتير متجاوب معنا بالمساهمة أو بالمشاركة بحضور جلسات لجنة الموازنة كلنا دور فيها. دولة رئيس الحكومة قصدناه كمان وطلبنا منه هذه المشاركة. هلأ نحن قايمين بورشة عمل، نسعى بكل جهد بالتعاون مع الزملاء بالمجلس وبالنقابة لنقدر نعمل ثورة إصلاحية، وحنضغط بكل الوسائل. يعني الرئيس بري داعمكم بهالمجلس؟ هيك وعدنا. هيك وعدنا، دائما بيقعد وبيوفي الرئيس. هيك وعدنا. هيك وعدنا وكان كتير ايجابي معنا، ودولة رئيس الحكومة وعدنا، ورحنا طلعنا لعند فخامة رئيس الجمهورية سابقا، اعطانا من وقته جدا، كان متاح 10 دقائق، اعطانا حوالي 30 أو 40 دقيقة. كان حديث شيق للغاية، شيق جدا. نحن ودولة الرئيس، فخامة الرئيس عفوا، يعني نحن ابتدأنا بعد كورونا وهالوقت اللي انفرض على الناس وعلى مجلس النقابة على مدى 2 أو 3 سنين طلعنا. نقيب، اليوم جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد أصدرت بيان مبارح بتقول من أجل سحب فتيل الفوضى المدمر للمجتمع والاقتصاد مطلوب القيام ب3-4 خطوات، ومنها ما يتعلق حصرا بنقابة خبراء المحاسبة المجازين بلبنان، اللي بتطلب منا تشكيل لجنة خاصة لدراسة جميع تقارير مدققي الحسابات الصادرة في ال5 سنوات الماضية عن المصارف اللبنانية ومصرف لبنان وكل الشركات المرتبطة بها أو على علاقة بها حتى، أو بمساهمين أو نافذين فيها بأي شكل من الأشكال. بتقول جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد اعتبار نتائج هذه اللجنة بمثابة التحقيق الأولي في النقابة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص طبقا للقانون، علها ترسي المدماك الأول في بناء المحاسبة والمساءلة المهنية. رئيسة هذه الجمعية هي نقيب سابق عنا بالنقابة، جينا شماس. جينا شماس. نعم. بوجه لك كل التحية والإحترام. عم تطلب منك شيء هم؟ إلى دورة طبعا صعب؟ إلى دورة المهني المميز. نحن بالنقابة عنا مثل كل المؤسسات ومثل كل الجمعيات ومثل كل المجتمعات، في ناس ناجحين، ناس وسط، ناس فاشلين، ناس بيمارسوا صح، ناس بيمارسوا خطأ. بكل المجتمعات نحن هذا العمل حاطينه برأس اهتماماتنا. أي إنسان مثل ما عم نطالب أنه نحمي الخبير من الظلم اللي لاحق فيه بقانون ببعض مواد قانون التجارة، اللي حملوه مسؤولية عمل هو مش مسؤول عنه أبدا وحملوه جزائيا. مين اللي حملوه؟ عن مين عم نحكي؟ نص قانون التجارة التعديل اللي صدر سنة 2018 حمل بناء على اقتراح مين صدر؟ اللجنة اللي كانت مشكلة من مجلس النواب لتعديل قانون التجارة. هلا مدعومين من مجلس النواب، كله بيتصلح. هلا هذه المواد حملت خبير المحاسبة مسؤولية جزائية لعمل هو ما له دخل فيه، ما خصوا فيه أبدا، ولكن حطوا أنه بيتحمل المسؤولية مفوض المراقب الأساسي إذا فلست الشركة، وحتى لو كان معين حديثا، يعني تصور أنه أنا معين حديثا بحملوا أوزار أخطاء سابقة، فلست الشركة دغري القاضي بيحجز لي على أملاكي وبيرميني بالحبس. مثل ما نحن عم نطالب بالعدالة نتحمل مسؤولية عملنا، نحن كنقابة سنحمل مسؤولية عمل أي خبير بيمارس عمله خطأ، لن نغطيه. نحن ما حنغطي خبير ما بده يمارس عمله حسب القانون. نحن نسعى إلى تطبيق الأصول بأعمال التدقيق. نقيب كلمة كبيرة. طبعا نحن نتحمل، سنسعى إلى ذلك. بوجود التليفون قادرين ما نغطيه؟ لا. ألو؟ نحن بالنسبة لإلنا
بس فتنا على النقابة نعم نحن صارت المهنة هي كتابنا حلو. وهي مرجعنا وهي قانوننا. نحن نحترم كل حلو. القوى بانتمائها وبرأينا السياسي، ولكن بمهنتنا تغطي. بمهنتنا على باب النقابة سيقف أي شخص يتدخل بمهنتنا وما له دخل سيقف على باب النقابة. نحن نعمل ونحن باحترام كبير لقيادتنا، باحترام كبير لقيادتنا، لأنه إذا نجحنا بمهنتنا ننجح قياداتنا اللي مننتمي لإله. إذا نجحنا أما فشلنا ما بيعني لشي لقيادتنا، بيحملها مسؤولية. لذلك على باب نقابتنا سيقف أي متدخل ما له دور بالنقابة. حلو. نحن نعمل عن من جديد بهذه الروحية مع مجلس نقابة شاب، كلهم شباب جداد بالمهنة أو لهم خبرة متوسطة بالمهنة. نعم. مندفعين إلى العمل، مندفعين بكل طاقتهم. أنا معك. نسعى إلى النهضة وتنفيذ دورنا بشفافية وبعدالة. ولذلك أكرر وأصر سنعمل على تعديل القوانين ليكون الجزاء للمخالف فقط. اللي بيخالف نحن بنطالب محاسبته. اللي بيخالف عمدا وستجينا اللي وارد عنده نحن فورا وصلتنا هيدي عم ندرسها بالمجلس وسنناقش تفاصيل هذا العمل مع المجلس، مع النقب السابقين، مع المجموعات المهنية الكبيرة، لكلنا رأي واحد. نحن لن نغطي كنقابة أي مخالف عمدا. نعم. كل واحد إذا مرتكب مخالفة أو عاطي تقرير ببيانات مالية لمصرف مغالطة أو نتيجة صفقة مالية أو نحن أول ناس سنطالب بمحاسبته كائنا من كان. لأن نحن عندنا مثل بيقول إذا الطبيب غلط مع مريض بيدفع الثمن مريض. نعم. واحد. بس إذا الخبير غلط مع شركة أو مع مصرف عم يغلط بحق مجتمع. لذلك أوكي. نحن نصر على رفع الظلم بالنصوص الواردة حاليا عن خبير المحاسبة وتحميل المسؤولية لكل مخالف عمدا، تمهيدا لحتى الخبير المجاز يقدر يمارس حقوقه ويلعب دوره، يلعب دوره الوطني بكل مسؤولية. نقيب حكيتني من شوي عن الخبراء الشباب اللي هن موجودين، ولكن في خبراء كبار السن وهن بحاجة يعني لصندوق تعاضدي إنجاز التعبير. هذا الوجع، هذا وجعنا. وجعك؟ هذا الوجع. نحن للأسف النقابة الوحيدة، النقابة الوحيدة المنظمة بقانون، نحن منظمين بقانون، ما عندنا أي دخل للنقابة إلا من اشتراكاتنا. هذه الاشتراكات اللي عم تفرضها على الزميل عم تندفع هلا، اللي هي عم تندفع، ولكن أنا جاي أغطي مصارف النقابة. أنا جاي أغطي المصارف اليومية. ما عندكم مساعدات من الدولة؟ أبدا 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 أبدا. برامج توأمي فيها؟ قلت له لدولة الرئيس بري، قلت له يا دولة الرئيس نحن بالجنوب عندنا مثل بيقول طابخ السم بيدوق. هل إيه مزبوط؟ قلت له خبير المحاسبة يعد التصاريح الضريبية اللي هي بتجني الدولة من خلال هذه التصاريح كل ضرائبها. نعم. طيب هل يجوز انه هو بيعد كل هذه التصاريح ما بيطلع له 10,000 ليرة على التصريح لحسن الختام؟ قال طبعا. قلت له الإنسان يسعى إلى حسن الختام يا دولة الرئيس، إنه بس يصير كبير بالعمر. نعم. يكون كبره محترم. إذن الواقع شو بقول اليوم؟ قال نحن معكم، عدوا الناس ونحن حاضرين. مبين. إن شاء الله مبين معكم هلا. يعني بعد إن شاء الله بعد قطيعة 7 سنوات استقبلكم، وأنا قلت لك إن شاء الله الأمور كتير بتتحلحل. الهم دولة على الرئيس على تعديل هذا النص، لأنه عندنا حوالي 150 لـ200 متقاعد. نعم. اليوم عم نعطيهم 750,000 ليرة يعني حق علبة بنادول، لأنه أموال النقابة طبعا بالمصارف، أموال النقابة بالمصارف، وما عندنا دخل نعطيهم، ما عندنا دخل نعطيهم. اليوم أنا عندي خبير عمره 96 سنة بعده بينزل يشتغل، عندي 30 خبير عمره 85 سنة بعدهم بينزلوا بيشتغلوا.
بعدهم بيشتغلوا لحتى يطلعوا ما عندكم معاشات تقاعدية؟ ما عندنا 700,000 ليرة هيدا اللي هلا متاح. طب وصندوق التعاضد يعني طبعا للصحة يعني عوض انشيرانس كمان ماشي الحال؟ صندوق التعاضد كمان هو صندوق مستقل، صندوق التعاضد صندوق مستقل، ما إيراداته منين؟ ما أنت بك شوف الإيرادات، أي تقديمات ترتبط بالإيرادات، هذه معادلة واضحة لحتى يكون. قلت لي عندكم 2000-2200 كلهم منتسبين حكما ولا لا؟ لصندوق التعاضد لا مش الكل، لأنه في منهم ناس موظفين بالدولة كمان، يعني تركوا الوظيفة توظفوا بالدولة. في عنا مجموعة حوالي 100 خبير مسافرين يعني تركوا البلد وعم يشتغلوا برا، أكثر من 100 عنا. الله يرجعهم بالسلامة. عنا محدود من فوق 150 خبير عم يشتغلوا بالدول برا، وما زل يعني ما كتبهم بس برا سافروا يشتغلوا برا. عنا مجموعة اشتغلت مع بعضها لأنه ما قدرت بهذه الأزمة الاقتصادية، صاروا المكاتب يجتمعوا مع بعضهم. لهيك نحن الإيرادات عنا يعني ما بتكفي خجولة. عم تعمل اشتراك، اشتراك شهري، وعنا مصارف النقابة. الله يقويك. نائب أنا بدي أشكرك بهذه الأطلال الأولى اللي حبينا من خلالها نقرأ استراتيجية عملك من خلال موقعك كرئيس لنقابة خبراء المحاسبي المجازين بلبنان. أهلا وسهلا فيك عبر تلفزيون لبنان الشاشة الأم. كلمة أخيرة بتحب تتوجه فيها تفضل. أنا الشكر الكبير لكم، وبتمنى لهالتلفزيون النهضة وإعادة العز اللي كان فيه، لأنه هذا تلفزيون كل الناس، هذا تلفزيون كل الناس، وتلفزيون مش لحدا للوطن. بقى أنا بشكركم على إتاحة هالفرصة. وهلأ المرحلة مرحلة أساسية ومصرية بالنسبة لإدارة التلفزيون طبعا. يعني خبيرة المحاسبة المجيد الأستاذي فيفيان لبوسوسفير هي المديرة العامة. يعني نحن طبعا يمكن شهادتنا مجروحة بس نحن منقول يعني هك بمحبة أنه منهني التلفزيون فيها لأنها فعلا إنسانة مميزة جديرة مميزة ومستحقة وجديرة بالاحترام والتقدير، والأهم الخبرة العالية والكفاءة اللي عندها إياها والشفافية. حلو. والشفافية اللي بتتمتع فيها. شكرا سيدي. أنا بشكركم. شكرا نائب. أهلا وسهلا فيك. أصدقائي نحن متابعين برنامجنا بعد هذا الفاصل.